في مثل هذا اليوم المصادف للسادس من رمضان للسنة 93 للهجرة، فتح المسلمون بلاد السند، حيث انتصر محمد بن القاسم الثقفي على جيوش الهند عند نهر السند. وكان ذلك في آخر عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان. فرسالة الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لينشرها على الناس كافة هو ما عكف عليه الخلفاء الراشدون من بعده والتابعون من بعدهم. فالرسالة الخاتمة لم تأتي لتبقى في مكة أو في المدينة أو تكون مقتصرة على جزيرة العرب، بل هي دين الله للعالمين من لدن آدم عليه السلام. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وحينما تولى الوليد بن عبد الملك الخلافة حل عهد فتح هذه البلاد على يد محمد بن القاسم الثقفي، قائد من قادة جيوش الفتح والمشهور بكونه فاتح بلاد السند. وكان ذلك بعدما استولى قراصنة السند من مدينة الديبل جنوبي باكستان اليوم، وبعلم من ملكهم داهر على 18 سفينة بكل ما فيها من النساء المسلمات والبحارة والهدايا. وطارت صرخة إحدى المسلمات من بني يربوع وحجاج حتى وصل الخبر إلى الحجاج، فنادى من وراء الجبال والبحار أن لبيك لبيك. وحاول الحجاج بن يوسف الثقفي استرداد النساء والبحارة عن طريق المفاوضات، لكن داهر اعتذر بأنه لا سلطان له على القراصنة، فثارت ثائرة الحجاج وأعد جيشا تلو الآخر، وأقسم ليفتحن هذه البلاد وينشر الإسلام في ربوعها. وبعد معارك دامت سنتين من أجل فتح بلاد السند، كان انتصار الحق على الباطل، وسقطت العاصمة السندية في أيدي المسلمين، وذلك في اليوم السادس من رمضان.